بيبدأ فيلمنا مع بيلي اللي بيكون في محل ومتبهدل وبيلاحظ ان تحته بنزين وبيفضل ينادي على ميليندا اللي بتكون خايفة ومستخبية وفجأة بتشغل ولاعة وبنرجع بالزمن علشان نفهم ايه اللي ادى لكده وبنشوف ميليندا اللي بتكون بتشتغل في البنزينة وبتحاول انها تقول لراجل يبطل تدخين ولكنه بيشتمها وبيكمل ولما بتدخل ميليندا محل البنزينة بتقول لها زميلتها الكاشير شيلة تنظف الحمامات لان دان موظف النظافة ما جاش النهاردة وفعلا بتبدأ ميليندا في الشغل وبنشوف انها بتتهزأ من الرجالة اللي في الحمام ولكنها بتكمل في شغلها وبنلاحظ انها مصوره شرطي من وراه لانها معجبه بيه وبعد شويه بترجع لزميلتها شيلا وبتتكلم معاها وبنشوف شخص اسمه فريد جاي ليها وبيدي لشيلا هديه ولكن شيلا مش بتاخدها منه وبتهزقه فبيصعب فريد على ماليندا ولما بيخرج من المحل بتروح ليه وبتقول انها تاخد الهديه وبتشكره وفي الوقت ده بينزل شخص اسمه بيلي من العربيه وبنلاحظ ان معاه مسدس وبيروح لماليندا وبيسالها على مكان السجاير فبتجاوبه وبنشوف ان في عربيه للشرطه بتيجي ولما بيدخل بيلي المحل بيكون متوتر وبيطلع الضابط من العربية وبنعرف ان هو الشخص اللي معجبة بيه ماليندا ولكنه ما يعرفش وبتفضل تكلمه على السيارة بتاعته وبيكون بيلي منتظر الضابط يمشي من المكان وبتقول ماليندا للو انها نفسها تجرب سيارة الشرطة فبيقول لها ان هو يخلص شغله ويجي ليها علشان ياخدها في جولة ولما بيدخل المحل بياخد حاجات من شيلا وبتكون ماليندا بتصوره ولما بيجي للو بلاغ بيمشي من المحل وبنشوف ان شيلا بتقول لزميلتها انها شافتها وهي بتصور الضابط وبتقول لها ان ده غلط وبتهزقها فبتضايق ماليندا وبتسيبها وبتمشي ولما بتبقى لوحدها بيجي ليها بيلي وبيهددها وبيوقفها جنب زميلتها شيلا وبيعرفهم ان هو بيطارد من قبل ناس عشان يسدد ليهم فلوسهم وانه لو ما عملش كده هيقتلوه فبيقول لشيلا تديله الفلوس اللي في الخزنه بس شيلا بتعرفه ان هم لسه مغيرين الورديه وان الفلوس كلها في الخزنه الرئيسيه اللي ما فيش حد يعرف يفتحها غير صاحب البنزينه ولكن ماليندا بتكون متضايقه من شيلا على تهزئها ليها وبتقول لبيلي انها تقدر تفتح الخزنه فبيقول لها بيلي تعمل كده وفعلا ماليندا بتتجه ليها وبتاخد كل الفلوس اللي في الخزنه وبتحطها في شنطة الحرامي وبنرجع لبيلي اللي بيلاقي راجل دخل المحل فبيقول لشيلا تتصرف طبيعي جدا ولما بيجي الشخص لها علشان تحاسبه بيسألها على مكان معين فبدل ما بتكتب ليه شيلا العنوان بتقول له اتصل بالشرطة لان في حرامي بس ماليندا بتيجي وبتاخد الورقة وبتقول لهم الوجهة بالكلام ولما الشخص بيخرج بيرجع بيلي تاني ليهم وبتقول له ماليندا انها عايزة تمشي معاه لان شيلا شافتها وهي بتدي الفلوس لبيلي وانها كده هيتقبض عليها فبيرفض بيلي وبيقول لها تجيب الشنطة بس ماليندا بتكون مصرة تهرب معاه علشان ما يحصلش لها مشاكل ولكن بيلي بياخد منها الشنطه بالغصب وفي طريقه للخروج بتفضل شيلا تشتمه وتقول له ان هو مش راجل فبيتعصب عليها بيلي وبيهددها بالسلاح وبيقول لماليندا تقفل باب المحل وفعلا هي بتعمل كده وبتروح للقهوه وبتغليها وبعد كده بتاخدها وبتروح لبيلي اللي مهدد شيلا وبترميها عليه فبالغلط بيضرب نار على شيلا اللي بتموت فبتضربه ماليندا بطفايه الحريق وبيغمى عليه وبنشوف ان ماليندا بتكيس شيلا وبتنظف الدم وبتكون رابطه بيلي في كرسي ولما بيفوق بيكون مفكر ان ماليندا اتصلت بالشرطه وبيقول لها ان هو ما كانش عايز يقتل شيلا فبتقول له ماليندا وهي متضايقه ان هو لو كان هربها معاه كان زمان كل حاجه كويسه فبيرد بيلي وبيقول لها ان هو مش حرامي في الاساس وانه سرق بس علشان يرجع فلوس العصابات ليهم فبتساله تاني ماليندا ليه ما هربهاش معاه فبيكذب بيلي علشان ماليندا تفك وبيقول لها ان هو كان خايف عليها ان يحصل ليها حاجه وحشه او تتاذى بسببه وبيعرفها ان العصابه اللي عايزين منه الفلوس بين موتوسيكلات وانه قال لهم ان هو يسرق البنزينه اللي هو فيها حاليا وان لو ما رحتش لهم بالفلوس هيجوا هنا وبيكذب وبيقول ان هو خايف لا يضايقوها فبتبدا ماليندا تصدق ان هو مهتم بيها وبتكون مبسوطه لان ما حدش بيحبها خالص وبيقول لها بيلي ان هو عايز سيجاره ولما بتديها ليه بيقول لها ان هو محتاج اي دواء للحروق اللي في وشه فبتروح ماليندا عشان تجيب دواء وفي الوقت ده بيكون بيلي بيحاول يفك نفسه ولكنه مش بيقدر فبيستنى انها ترجع ولما بتجي له وبتدي ليه مسكن وبتفضل تحكي ليه على الحكايات اللي بتحصل لها في يومها وبيمثل بيلي ان هو مهتم عشان يبين ليها ان هو معجب بيها وتفكه وبيقول لها ان هو فكر تاني وانه هياخدها معاه بعد ما يسلم الفلوس للعصابه ولكن ماليندا بتحس ان هو بيكذب اول ما بيقول كده وبتقول له انها عارفه ان محدش بيحبها وان اول ما تفكه هيقتلها وبتقوم وبتغمله عينه فبيتعصب على بيلي وبيقوم من الكرسي بس مش بيكون شايف اللي قدامه وبيخبط بالغلط في الخزانه فبيقع وبيغمى عليه فبتاخد ماليندا الشنطه بتاعت الفلوس والمسدس وبتسيبه في الغرفه وبتفتح باب المحل عشان الزبائن يدخلوا وبنعرف انها بتفكر تنتحر بس بترفض في اخر لحظه
بتفضل تعيط وبتكون هتكلم الشرطة، ولكن بيجي بيري خطيب شيلا اللي اتقتلت وبيسألها على خطيبته، ولكنها بتقوله انها مشيت من المكان، فبيقول لها بيري ان هو كان على اساس يوصلها، فبتقوله ماليندا انها قالت ليها انها بتفكر تنفصل عنك، فبيضايق بيري وبيقول لها لو شيلا جت تاني قولي لها تكلمني. وبعد كده بيمشي من المكان، وبنشوف ان ماليندا بتروح تجيب جاروف وبتبقى عايزه تدفن بيلي لانها مش عارفه هو عايش ولا لا، ولكن فجاه بيجوا جماعه العصابه اللي بيلي قال لها عليهم وبيسالوا ماليندا لو شافت شخص بمواصفات بيلي، ولكنها بتكذب وبتقول لهم لا، وبنعرف ان هم عايزين يدخلوا ويتاكدوا، ولكن ماليندا بتقول لهم ان المحل مقفول، فبيقول لها قائد العصابه ان هم يرجعوا تاني لما المحل يتفتح. وفي الوقت ده بتفتكر ماليندا كاميرات المراقبه وبتروح لجهاز التسجيل علشان تدمر اللي هي عملته، ولكنها مش بتقدر تكسر القفل بتاعه، فبتاخد صندوقين بتعبيهم بنزين وبنعرف انها عايزه تولع في المحل، ولكن بيجي لها الظابط لو اللي بنعرف ان هو جه هنا لان جاله بلاغ على مشتبه بيه حاطط العربيه بتاعته قدام البنزينه ديت، وبنعرف ان الشخص ده هو بيلي، فبيسال لو ماليندا لو شافت اي مشتبه بيه النهارده، ولكنها بتقول له لا، وبنشوف انها بتاخد المسدس وبنعرف انها بتفكر تقتل لو، وبيسالها لو على تفريغ الكاميرات، فبتقول له ماليندا ان صاحب البنزينه بس هو اللي معاه القفل بتاع جهاز التسجيل وانه حاليا في البيت، فبياخد رقمه من ماليندا وبيتصل بيه وبيقول له يجي علشان يفك قفل جهاز التسجيل، ولكن صاحب البنزينه بيقول له بكره لانه تعبان النهارده، وبيشوف ان ماليندا بتحاول تمشي له وبتقول له انها شافت مشتبه بيه وسمعت ان هو رايح لمكان معين، وبتدله على مكان غلط علشان يمشي، بس لو بيلاحظ ان ماليندا بتعيط فبيعرف ان في حاجه غلط، وبيروح يدور في غرف المحل وبتكون ماليندا وراه بالمسدس، ولما بيتحقق له من الغرفه اللي فيها بيلي مغمى عليه بيخرج طبيعي جدا وبيقول ان مفيش اي حاجه، وبيقول لها ان هو متجه للمكان اللي هي دلته عليه وبيمشي من المحل، فبتروح ماليندا بالمسدس للغرفه اللي فيها الجريمه، ولكنها مش بتلاقي بيلي ولا الكرسي، فبتستغرب وبتسمع صوت فبتروح ناحيته بس مش بتلاقي حد، وبنشوف انها بتحط بنزين على جثه شيلا وجهاز التسجيل وكل حته في المحل علشان تتمسح الجريمه اللي هي عملتها، وبتاخد شنطه الفلوس ولما بتسمع صوت بتمسك المسدس ولكنه بيقع منها في البنزين، فبتاخده وبتحطه على الطاوله، ولكن فجاه الكهرباء بتتقطع ومش بتعرف ماليندا تفتح الباب بسبب نظام الحمايه اللي خاص بقطع الكهرباء، وبيحصل مشهد البدايه وبيجي ليها بيلي وبيقول لها تطلع، فبتطلع ماليندا بالولع وبتعرفه ان هو لو حاول يقتلها هتحرقه، فبيقول لها بيلي تجيب الشنطه وهو هيمشي، ولكن بيري خطيب شيلا بيجي وبيقول لماليندا ان هو اتصل بشيلا بس ما ردتش عليه وبيكون عايز يطمن عليها، فبيمشي بيلي وبنعرف ان هو بيخرج من الناحيه الثانيه من المحل، ولما بتروح ليه ماليندا بيكون قفل الباب وهي حاليا محبوسه في قلب المحل، وبيتجه بيلي لبيري اللي بيكون هيتصل بالشرطه وبيخنقه قدام ماليندا لحد ما بيموت. وبنشوف ان ماليندا بتتصل بلو وبتقول له على ان في حرامي في المحل، ولكن فجاه بيخبط بيلي باب المحل بعربيه بيري وبيقدر ان هو يكسر الازاز ويدخل من خلاله، فبتعتذر منه ماليندا وهي خايفه وبتقول له يهرب لان الشرطه جايه وهي هتقول لهم على كل حاجه، فبيتعصب عليها بيلي وبياخد السلاح وبيضرب نار على ماليندا، ولكن المسدس بيولع في ايده بسبب ان هو وقع في البنزين، وبيحصل حريق في المحل كله بيؤدي لموت بيلي، وبنشوف ان ماليندا بتهرب من المحل، وفي الوقت ده بيجي ليها لو وبيحطها في عربيته وبيسالها على ايه اللي حصل في المحل، ولكن بتشوف المحل وبتعرف ان كله ولع وبالشكل ده يكون جهاز التسجيل باظ وما عادش عليها اي تهم.